الملياردير المصري عنان الجلالي من غسيل الأطباق لمالك أكبر سلسلة فنادق عالمية. عمرك تخيلت إن ممكن يكون في طالب سقط في ثانوية عامة قبل كده وبقى ملياردير؟ أهو بطل حكايتنا سقط 4 مرات في ثانوية عامة، ولما لها أهله على الفاضي والمليان بيزعقوله قرر إنه يهاجر أوروبا علشان يبتدي رحلته في عالم المال والأعمال لامتلاكه لأكبر سلسلة فنادق عالمية، الملياردير المصري عنان الجلالي. القصة بتبتدي يا سيدي سنة 1967 وقت النكسة، بس ما كانتش نكسة وبس، دي كانت كمان سنة سقوط عنان الجلالي في الثانوية العامة، وخيب أمل أبوه اللي كان شغال ضابط في الجيش وسقط فيها 4 مرات، وبعد المرة الرابعة في الثانوية العامة أهله ما لقوش فيه رجا علشان ياخد الثانوية العامة، فما كانش قدامه غير إنه يسافر أوروبا. عنان كان متخيل إنه هناك بوابة أوروبا هتفتح له الباب وتقول له اتفضل يا ملياردير المستقبل، ما كانش عارف اللي هيشوفه هناك. كان في سفينة سياحية بتلف على المواني، المهم ركب فيها، والمركب دي راحت بيروت ومنها لإيطاليا لحد ما راحت النمسا، تحديدا فيينا، ومن هناك بدأ رحلته في عالم المال والأعمال. عنان ما كانش معاه فلوس حتى يلاقي مكان يبات فيه، فاضطر يبات في ملاجئ عاملاها حكومة فيينا للناس اللي على قدها، لكن ما كانش عارف هيصرف منين وياكل ازاي. قرر انه يبيع جرايد في الأوتوبيسات والطرق، ولما زهق من بيع الجرايد اشتغل في غسيل الصحون في واحد من المطاعم في فيينا. كان بيشتغل مقابل انه ياكل بواقي اكل الزباين، يعني اشتغل علشان ياكل مش عشان حابب الشغل. بس عناني ما كانش ملتزم في اغلب المواعيد فاضطرد من المحل. الدنيا ظلمت في عينين بطل حكايتنا وقال ما بدهاش بقى، انا سافر للدنمارك. ولما وصل للدنمارك لقى ان هناك الدنيا اسوأ من فيينا، لانه ما كانش يلاقي مكان يبات فيه، فكان بيبات في كباين التليفونات في عز البرد، وكان بياكل من صناديق الزبالة، لحد ما قرر في يوم انه يقدم في فندق ويغسل صحون مقابل انه ياكل وجبة اخر النهار. فعلا اشتغل عنان في الحال، وده كل يوم 8 ساعات ما يقعدش، ويوم اجازته بيروح السينما يتفرج على افلام علشان يتعلم انجليزي. استمر الحال ده لفترة، لكنه بعد كده اضطرد لانه كان بيروح تعبان بعد شغل 8 ساعات وتدريب برضه في الحدود دي، فكان بيروح الشغل في الفندق متأخر. المهم بعد ما ساب الشغل قرر انه يقدم في فندق تاني، لكن المرة دي كان جرسون، والحمد لله قبل لان بقى عنده لغة وخبرة في غسيل الصحون، يعني خبرة مش بطالة، وكان بياخد مرتب صغير وأوضة نوم ينام فيها. عنان قالك انا هستغل الوظيفة دي بإيدي وسناني، واشتغل ساعات اكتر من المطلوبة. مع مرور الوقت قررت إدارة الفندق ترقيه وتحول من غاسل للصحون لنائب مدير الفندق سنة 1971. ما عداش وقت كبير وللمرة التانية جت فرصة عمره، مدير الفندق استقال ومنصب المدير بقى فاضي، والعين بقت على عنان، وتعين عنان فعلا. في ظرف سنة خلى الفندق من أحسن الفنادق، لأنه كان عايز يثبت نفسه إنه يستحق المنصب اللي فيه، وبقى عنده علاقات بالفنانين والملوك. وبعد ما لقى انه بيتهاجم من الناس قال ما بدهاش بقى يا ولاد الجلالي، لازم تفتح المشروع الخاص بيك. بعد محاولات مع البنك اتصلوا عليه وقالوا له احنا موافقين على منحك 20 مليون كورونا. وقتها عنان ما صدقش نفسه وقال ان حلمه هيتحقق اخيرا، ما استناش، راح اجتمع مع متخصصين في الفندقه والمطاعم علشان يعمل مشروع ينافس بيه الموجودين في مجاله. وفعلا بدأ بتأسيس مجموعة هيلنان اللي بقت مسؤولة عن عشرات الفنادق في العالم، واستحوذ اسم الشركة بتاعته على هليوبوليس ونان من اسمه عنان، وفتح فنادق في الدنمارك والسويد وألمانيا وفيينا ومصر، ووصل عدد الفنادق الخاصة بيه على مستوى العالم لـ40 فندق، وقيمتها السوقية تعدي الـ1 مليار. ولما عمل أول فندق الإقبال زاد عليه والأرباح بقت معقولة، وده شجعه إنه يدخل في شركات ويوسع استثماره. ونتيجة لكل ده اتكرم من ملكة الدنمارك ومنحته لقب فارس، أعلى لقب لشخص ناجح اللي مفيش عربي أخده قبل كده بدولة الدنمارك. عنان منسيش مصر، ده استثمر في بلده وفتح 6 فنادق في 6 محافظات، وعمل شقق فندقية ومطاعم وصالات ترفيهية كلها تحت إدارة مجموعة هيلنان العالمية. ولك أن تتخيل راسب الثانوية بقى ملياردير.